السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة زيرفوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات إذا عجبكم الفيديو ومحتوى القناة بصفة عامة. حلقة اليوم هي حلقة الساعة، حلقة اضطرارية، تقدروا تقولوا انه حلقه ما كانتش يعني في البرنامج اليومي، لكن ادرجتها لانه مباراه مانشستر سيتي وفاينورد روتردام فرضت علينا اننا نديروا هذا الفيديو ونتكلم عن اللاعب، شكون لاعب حاج موسى واللاعب زروقي اللي كثير تنساه وتوهمشوا اللي راح نتكلم عليه اليوم. راح يجي واحد الفيديو بعد هذا الفيديو اللي راح يكون على فايزا واش قدم امام اينتراخت فرانكفورت بالفيديو، راح يكون فيديو ممتع جدا انتظروه. وقلت لكم في نهاية الفيديو بعد هذا الفيديو راح نتكلم على زروقي وكذلك حاج موسى، لأن الفيديو راني سجلته قبل هذا الفيديو، لكن قلت أنه هذا حديث الساعة نبدأ بهذا الفيديو وفايزا مازال عند الوقت والجميع يعني يشوفوا إن شاء الله. إذا المباراة تاع اليوم مباراة أنا نسميها مباراة للتاريخ لعدة اختبارات. قبل ما نجي للاعب لوليدنا حاج موسى الله يبارك ما شاء الله، نتكلم على غوارديولا. تعرفوا بأنه غوارديولا هذه مباراته 942، غوارديولا طيلة 941 مباراة لم يعني ما ولا واحد عاد عليه في النتيجة وهو 3-0، يعني فوز بالثلاثة مقابل صفر ومن بعد يعاود يرجع عليه في النتيجة، هذه جامعة صارت مع غوارديولا، هذه أول مرة تصرى له، يعني الريمونتادا تاع 3-0 جامي صارت له، صارت له مع الريال لكن كان 3-1 ما كانش 3-0، هذه وحدة. رقم الثنين او لا ماشي هو اللي صارت مع الريال، تشيلسي اللي صارت مع الريال وليس بيب غوارديولا. كذلك هذه اول مره في تاريخ دوري ابطال اوروبا انه نادي يكون حتى الدقيقه 75 فايز ب 3-0 ويعاودوا عليه في النتيجه ويعدلوا له. اذا هذا يعني رقمين للتاريخ. نعاود نرجعوا للمباراة غوارديولا اللي خربش نيفو خربش راسه خربش وجهه، يعني عذبوه اليوم، عذبوه حاج موسى وزملائه وزروقي. خلوني نبدا بحاج موسى ومن بعد نروح الى زروقي. حاج موسى تكلمت عليه من قبل، قلت بانه لاعب يحتاج الثقه، لاعب لما تكون الكره بين رجليه ما يعرفش واش يدير بها. لماذا؟ لانه يحتاج دقائق لعب، وهذا نفس الشيء اللي نقوله على اللاعب شيخه. لذلك انا لما نتكلم هذا الكلام ماشي معناتها نطيح باللاعبين ولا نحتقر باللاعبين، لا، هنا تعرفوا الفرق. شوفوا حاج موسى قبل هذه اربع مباريات وحاج موسى الان، لما كان معانا مع المنتخب تحس بانه خجول، تحس بانه ناقصه حاجه، حتى مع فاينورد لما كان يلعب دوك الدقائق تحس بانه حاج موسى يعني تيميد حشمان خاصته حاجه، وكانه تحس وكانه خايف بالكره. لكن الهدف اللي سجله مع سالسبورغ وهنا الذكاء نتاع اللاعب هو انه يستغل نقطه كما نقولوا حنا الطوب تاعو، يعني كاين ذروه يعني اللاعب يسجل فيها الهدف، يقدم فيها مباراه كبيره، يعني حدث في المشوار نتاعو يستغل ذاك الحدث ويطور من امكانياته نفسيا، لانه انا ما عندي حتى شك في امكانيات حاج موسى ولا امكانيات شيخه ولا امكانيات بلومي ولا امكانيه اي لاعب شاب ولا حتى ابو عناني، لكن دقائق اللعب مهمه جدا جدا، وراكم تشوفوا الان اللاعب الان تشعر انه اكتسب ثقه. يعني اللقطات تاع المباراه لو تشوفوا يعني واش قدم حاج موسى تشعر بانه هذا اللاعب راه ينضج بسرعه، لانه استغل الحدث الكبير اللي صار له هو انه دخل اخر ربع ساعه امام سالزبورغ النمساوي وسجل هدف، هذا الشيء خلاه يكسب ثقه، زاد سجل في الدوري وزاد سجل مره اخرى في الدوري، واليوم يسجل رابع هدف يعني لي في الدوري دوري ابطال اوروبا، يعني هدفين في دوري ابطال اوروبا للاعب في سنه تبارك الله. اليوم حاج موسى شفنا انه مازال خاصو شويه ديك اللمسه، لكن ما تنساوش راه يواجه السيتي في ملعب الامارات امام جمهور ممتلئ، مدرب غوارديولا متمرس في دوري ابطال اوروبا، شفنا انه لما يكون عنده الكره تشعر انه غوارديولا اليوم تعذب، اليوم غوارديولا تعذب مع حاج موسى. الهدف الاول اللي سجله كان هدف ممتاز وقراءه كره، واديرسون والله اليوم شفت اديرسون ما عرفش اذا هذا صح حارس مانشستر سيتي، خاصه في الهدف الاول حاج موسى والهدف الثالث الكارثي. الهدف الاول تاع حاج موسى قراءه حاج موسى، شوفوا كيف حط لابار على الارض، كون لاعب اخر يرفدها يعني هي راهي في السماء يرفدها ولا يدخل براسه، لكن هو بلوك الارض مع الارض دار كونترول دو بال خرج روحه وحده وسجلها، حتى الزاويه اللي سجل منها
يعني تحس انه اللاعب مرتاح. واش كنت نقول على اللاعب؟ انه تحس انه لما يكون الكره عنده ما يعرفش واش يدير بها. اليوم شفت حاج موسى اخر يعني ثقه 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 واش قدم اليوم حاج موسى. ما نتكلمش على الامكانيات لانه مهاريا قلت هذا لاعب عنده مهارات لكن ما يعرفش كيفاش يستغلها وكيفاش يترجمها وكيفاش يفسرها. تحس بانه سابقا انه حاج موسى يفكر مرتين ثلاثه والكره في رجله وبالتالي تضيع له وبالتالي نحسوا انه لاعب تائه. لكن هذه مره حاج موسى يقرر الكره في السماء سيبو قررت نبروك الى بال تاعي نخرج فاس فاس ونسجل. ما كاش اللاعب التمريره تاع الهدف الثالث هو طلب الكره في المساحه جات الكره يرفد راسه مباشره كره طويله منها جاء الهدف الثالث راحت عند الزميل تاعو ودار تمريره وجاء الهدف. يعني كانت تمريره مفتاحيه وبالتالي اليوم حاج موسى ادى مباراه ممتازه جدا. فقط خاصته واحد الحاجه ان شاء الله فقط ما تكونش كيما محرز لانه حتى محرز كنا نلوموه لما كان مع السيتي ما يونجاجيش. يعني لما تكون عنده كره انا ماذا بيه نشوف حاج موسى يونجاجي يدخل يصدم يروح بالكره تاعو يدخل منطقه الجزاء عنده امكانيه باش يدير تشكيل. مع الوقت اكيد راح يدي وقت اكثر واكثر واكثر ان شاء الله من فينورد نشوفه يروح للدوري الالماني ولما لا للدوري الانجليزي ويقدم مستويات اعلى. بارك الله فيك وربي يحفظك من العين وليدنا حاج موسى. يستنى فيك المنتخب الوطني والجمهور الجزائري وحده وحده ان شاء الله. ما تتقلقش ما تحركش المراحل مازال ما لحقتش هذه البدايه فقط. احنا ثاني ما نحرقوش اللاعب ما نرجعوش نجم خارق رجل المباراة ما شاء الله تبارك الله هذا الشيء راح يزيد له ثقة. إذا اليوم شوف تمريرة حاسمة أو تمريرة مفتاحية وهدف وأداء راقي ورجل مباراة وفوق ذلك النتيجة تاع النادي نتاعو هذا الشيء راح يزيد فيه النص. نطوي صفحة حاج موسى نروح شكون لي واحد ما تكلم عليه وما مش راح يتكلموا عليه لأنه محتاج روح. هذا هو زروقي اللي تقولوا ما خاطي كرة القدم. أنا أقول لكم زروقي دائما نقول لكم مانيش نقول لكم أفضل لاعب في العالم لكن يؤدي واش يعطي له المدرب. المدرب يا أخي يقول له أنت دخلت لأنه لاعب تكتيكي تربى في أكاديمية أجاكس يا جماعة. ما بعد يجيك واحد في قهوة يقول لك هذا مش لاعب كرة قدم يقول لك هذا خزانة تمشي واللي يقول لك هذا لا سامحونا تنمر هذا مستوى منحط. المشكل أننا نشوفوا هذا الكلام ماشي في المقاهي فقط بل حتى في بعض القنوات اللي تدعي التحليل بل حتى من ناس لعبوا كرة قدم. يعني أنا لو يجي مشجع نتائج وما يعرفش يعني اللاعب الادوار اللي يقوم بها وبيشوفهاش المشاهد البسيط هذاك الشيء انا تغيظني عمري اقسم بالله يا جماعه تغيظني عمري والله العظيم يا جماعه تغيظني عمري. لانك انت لعبت كره قدم المفروض تعرف هذا الشيء عيب. خلي الناس اللي ما تعرفش كره قدم ولا جمهور النتائج هي اللي تتنمر. هنا نفتح قوسين على ذكر هؤلاء امثال هؤلاء الناس لانه شفت معظم الاعلاميين معظم الصحفيين وحتى بعض اللاعبين السابقين تمسخروا وتنمروا لما رودري ادى الكره الذهبيه. انا ما نقولكش انه رودري يستحق ما يستحقش لاني مش لست اهلا لذلك باش نقول لك فلان يستحق البالون دور. احنا للامانه ولفنا انه لاعب يتالق شهرين سي بون سجل هدفين سجل هاتريكات نقولوا هذا هو دا البالون دور. لكن لو نجيو نشوفوا الكارير تاع اللاعب ولا السي في تاع اللاعب ولا المشوار تاع اللاعب في هذا الموسم تلقاه لعب دوك الشهرين اللي انا كنت شفتهم قبل الكره الذهبيه وبس. لكن لو تشوف مع المنتخب نتاعو وتشوفوا طيله الموسم ما قدم ولا شيء. يعني شحال نذكر اسماء باش ما يزعفوش مشجعي الانديه الاخرى. اليوم نقول لكم السيتي تعرف بانه هذه سادس مباراه ما يحققش الانتصار. هذه سادس مباراه اللي حقق التعادل بعد خمس هزائم متتاليه وكانت نتائج ثقيله. انهزم امام سبورتينغ بالربعه ونهزم امام توتنهام بالربعه وزاد انها اليوم تعادل بثلاثه ثلاثه بعد ما كان فايز بثلاثه صفر. تعرفوا علاش؟ صاحب الكره الذهبيه رام بليسي. رودري خط وسط كامل لكن الادوار اللي يقوم بها رودري ما يعرفوهاش امثال مشجعي النتائج وبعض محللي البلاطوات اللي ما يعرفوش ادوار اللاعب تاع الكره الحديثه. اليوم نقول لكم افتحوا الباب افتحوا عينيكم شوفوا السيتي واش صرالو لما رودري التبليسه. يقول لك كيفاش لاعب مسترجع يرشحوه باش يدي الكره الذهبيه؟ نعم هذا غاب السيتي وما ادراك ما السيتي بالارماده نتاعو بالمدرب نتاعو انهار. اليوم واش راهو يحصل للسيتي؟ انهيار. خط وسط غائب دخل لهم زروقي قبض الوسط على صدره ستة في الوسط عنده. وشكون هما التغييرات؟ انا نعطيك حتى الدليل شكون هما التغييرات اللي داروا في خط الوسط؟ زروقي برك زروقي برك في التغيير الوسط. التغييرات شكون هما؟ مدافعين ومهاجم ولاعب وسط وتدقيقة التالية اللي دخل في الهجوم اللاعب اللي دخلوا في الدقيقة 90 داك ما نحسبش عليه لاعب وسط. وكاع المحللين كاع المحللين في القنوات العالميه وحتى البي ان سبور قال لك تغيير زروقي غير مجرى المباراه. تدخل في الدقيقه 68
الهدف الاول الحاج موسى، اول الحاج موسى في الدقيقه 75، ومن بعد في الدقيقه 82، ومن بعد في الدقيقه 85 جاوا الاهداف. دخل زروقي التغيير الاول في الدقيقه 68، دخل زروقي ودخل اللاعب رقم 3 الي اريير غوش، ومن بعد التغيير الثاني دخل اتاك وخيمينيز اللي مارك الهدف الثاني والاريير دروات. اذا هنا نتكلم على تغيير خط وسط، خلاص تغير كامل. شكون اللي دخل؟ زروقي. ما نتكلمكمش على اداء اللاعب، لانه لا غالب معظم الناس ما يامنوش بالادوار تاع اللاعب تاع الكره الحديثه، والادوار تروح تقرا الاحصائيات ولا تشوف لي اللاعب ما راوغش واللاعب ما سددش. لا، هذه خليناها للناس اللي تتبع النتائج فقط، لكن اللي يعرف كره قدم يعرف توازن خط الوسط، يعرف اللاعب من دون كره، يعرف غلق المساحات وطلب هذا الشيء. ما نش حاب ندير يعني فيديو اخر على هذا الشيء، لكن اليوم اللي حب حب اللي كره كره زروقي دور المباراة، اللي حب حب واللي كره كره زروقي دور المباراة في غياب افضل لاعب في العالم اللي دار بالون دور اللي هو رودري. لعب بالوسط كما يحب، تغيرت المباراة. وراني نعطيكم الدليل، تغيير في خط الوسط زروقي فقط، زروقي فقط غير له كاع مجريات المباراة. انا تعرف انه زروقي لاعب تكتيكي من طراز عالي جدا، لذلك هذا اللاعب كفاكم احتقارا لهذا اللاعب، كفاكم. مانيش نقول لك بانه افضل لاعب في العالم ولا افضل لاعب في المنتخب الوطني، لكن ما تحتقروش، هذا راه يلعب في مستوى عالي يا جماعه. المفروض اننا نشجعوا لاعبينا ماشي نحطموهم، هذا هو الشيء. يعني زروقي معي يرد عليكم، لكن لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. نتمناو التوفيق للاعبينا كلهم، نتمناو ان لاعبينا يروحوا من مستوى الى مستوى اعلى واعلى، ونشوفوا لاعبينا دائما في القمه. احبتي شكرا لكم، ما تنساوش بعد هذا الفيديو راح يجيكم ممكن بعد ساعه ولا ممكن بعد ساعه، الوقت متاخر لكن ممكن بعد ساعه راح نحط الفيديو تاع ميتشل فايزا، وتتفاجئوا بالمستوى الخيالي نتاعو في مباراه فرانكفورت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.